بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لكل من يشاهد هذا الفيديو أو يسمع هذا الدعاء أو يؤمن عليه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لك ولوالديك ووالديهم وأهلك ومن له حق عليك، وأن يسكنكم الفردوس الأعلى من الجنة، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يحل عليكم رضوانه ومغفرته ورحمته فلا يسقط عليكم أبدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك ممن طال عمره وحسن عمله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمتعك بالصحة والعافية، وأن يجعل لك من كل هم من